نفهم التفاصيل من معالي السفير محمد ثروت سليم القائم بأعمال السفارة في دمشق. برحب بحضرتك معنا يا معالي السفير. مساء الخير. مساء الخير مدام لبنى. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا جهد مشكور. فنفهم بس التفاصيل من حضرتك، وإحنا بنتكلم على أسرتين يعني فقط لا غير، ولا دول مقدمة؟ يعني أعداد المصريين كام في منطقة الاشتباكات؟ قول لي تفاصيل يا فندم إذا تفضلت. هم أسرة وواحدة ست فقط، يعني أسرة مكونة. الأسرة اللي هي في حلب الشرقية دي كانت عددهم 15، طلعناهم يوم 12 ديسمبر من حلب الشرقية، كانت في المنطقة اللي هي فيها الاشتباكات في حلب الشرقية. ال 12 منهم في ثلاثة قرروا ان هم هيقعدوا في جزء من في حلب الغربية، جزء يعني الى حد ما يعتبر يعني آمن في المرحلة الحالية، ومش ما كانوش عايزين ينزلوا. ال 12 التانيين هما دول اللي احنا رحلناهم. التسعة منهم نزلوا النهاردة على الطيارة السورية اللي وصلت القاهرة ظهر اليوم، وفاضل ثلاثة بنخلص لهم الأوراق بتاعتهم، لأنه واحد منهم متجوز مواطنة سورية، وطبعا بيبقى في الاوضاع الحرب وكان بيبقى فيه الاوراق وكده بتبقاش موجوده، يعني هو جواز شيخ. انا عايز اتكلم بقى على الاوراق والمستندات والتنسيق، بيبقى مع مين؟ ايه الاجراءات اللوجستيه في حاجه زي كده يا فندم؟ هي الحقيقه دي اكبر مشكله بتواجهنا، ان هم دي منطقه حرب. فمثلا العائله دي فيها نموذجين لمشكله الاوراق. اول حاجه اللي نزلوا النهارده من التسعه اللي هم عائله واحده، يعني مكونين من 15 شخص، التسعه اللي نزلوا النهارده منهم طفل رضيع عنده شهور، عنده حوالي 5 شهور، ده اتولد في الاشتباكات. طبعا اتولد يعني دايه كده، اللي والدته من الظروف اصلا ما فيش مستشفيات في المنطقه، كانت حرب وكده، فاتولد وما فيش اوراق، وطبعا ما فيش اي سجلات ولا حاجه. فلما بيطلع من منطقه الاشتباكات لازم نخلص له الاوراق بتاعته، ده اللي احنا عملناه في الفتره. هم طلعوا من 12 ديسمبر لغايه الفتره دي اللي احنا عرفنا نخلصه، هو الولد عملنا له يعني بالتنسيق مع السلطات السوريه بيان ولاده من السلطات السوريه، واحنا عملنا له وثيقه سفر اللي هو سافر بيها النهارده. فيها جزء تاني اللي هو الزيجات، لانه برضو في المناطق دي في مناطق كثيره محاصره بقى لها سنين، يعني حلب الشرقيه كانت محاصره بقى لها سنوات، فبتحصل زيجات يعني، وساعات تبقى مشتركه بين مصريين وسوريين، زي برضو العيله دي اللي هم الاثنين اللي فاضلين من الثلاثه اللي فاضلين. شاب مصري متجوز بنت سوريه، متجوزين جواز شيخ بس ما فيش ورق، فطبعا لما بيطلعوا من منطقه الاشتباكات وبييجوا بيوصلوا للسفاره لازم نوثق لهم الورق ده الاول في السلطات مع التنسيق مع الجهات السوريه المعنيه، اللي بناء عليها بنقدر نطلع الوثائق المصريه عليها. طب حضرتك في نفس كلامك بتقول لي اتفضل كمل معايا. الثانيه اللي هم مش هي دي العائله اللي هم اللي من حلب الشرقيه، وفي مواطنه اللي هي الاستاذه عطيات حنفي السيد، دي كانت في منطقه ثانيه اشتباكات على اطراف العاصمه دمشق. هي لوحدها اللي كانت نزلت، هي في منطقة كانت في بارزة البلد في ريف دمشق على أطراف العاصمة، كانت منطقة برضو منطقة اشتباكات بس طبعا أقل وطأة من الحلب من العائلة الثانية اللي هي حلب الشرقية، وبرضو خلصنا لها الورق بتاعها، دي كان ورقها يعني أسهل بكتير. طب قول لي بقى يا معالي السفير، يعني حضرتك بتكلم من شوية قلت لما وصلوا لنا، فأنا برضو النقطة دي إنه بنعرف إزاي، بنوصل إزاي للمصريين الموجودين هناك؟ هم بيقدروا يوصلوا منطقة اشتباكات، خطوط مقطوعة، يعني إيه طرق التواصل مع السفارة؟ ودي نقطة. النقطة الثانية، هل عندنا إحصاء او يعني بيانات تقول لنا عدد المصريين كام، حتى اللي ما قدرش ان هو يجي لنا نقدر ان احنا برضو ندور عليهم؟ يعني في كده هبلغ. احنا عندنا السفاره 24 ساعه شغاله، في ارقام التليفونات بتاعتها ويعني معروفه في سوريا، وزائد ان العائلات اللي هي المصريه دي احنا على تواصل معاهم، لانه دايما العائلات المصريه دي بقى لها سنين موجوده في سوريا، يعني ما حدش فيهم راح سوريا فجاه. هم يعني مثلا العائله بتاعت حلب دي بقى لها 40 سنه العايش ومتجوز واسر، يعني فبيبقى احنا على تواصل معاهم. يعني والعائله دي مثلا تحديدا اللي هي عائله حلب، ما فيش شخص بنرحله ما بنكونش، لان احنا في 2011 و2012 طلبنا من كل المصريين وشددنا على المصريين كلهم لازم يغادروا سوريا يعني فورا، لانها منطقه حرب. بس طبعا كتير ما مشيوش، لانه في بعضهم زي العائله دي بقى لهم 40 سنه شغل وبيته، يعني عشته بقى هناك خلاص، فمرتبط هناك. فما بيرضاش، زائد انه بيخاف على املاكه، وفي جزء منه بيقول لك هرجع اعمل ايه وبتاع. يعني الخلاصه ان لازم نبقى احنا على تواصل معاهم على طول، يعني مش 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 مبهمين لينا، لا معروفين لينا. وطلبنا منهم كتير. اول لما بتحصل ازمه زي كده بيكلمونا على السفاره، بس اول لما بتحصل ازمات زي كده في منطقه محاصره بيبقوا معاهم بنتواصل معاهم وبنديهم ارقام الموبايلات كل العاملين في السفاره، بحيث نبقوا على تواصل معاهم طول الوقت. بننسق مع السلطات السوريه المعنيه لغايه ما نطلعهم لاقرب حاجز عسكري،
نقدر نستلمهم من عليه، وده اللي حصل مع العائله دي ومع الاستاذه عطيات. ولما بنستلمهم بناخدهم على انما بالمناسبه معالي السفير، السفاره او البعثه الدبلوماسيه بتاعتنا يعني في منطقه يعني طبيعتها ايه؟ يعني منطقه هي هي في دمشق، دمشق ما فيش حاجه الحمد لله. لا ما هي لا هي بس مش كبيره، لا في اطراف يعني مثلا الحاجه عطيات مثلا اللي احنا طلعناها دي، دي على في منطقه اشتباكات على بعد يعني 10 كيلو من يعني 10 كيلو من السفاره، مش بعيد قوي. في يعني يعني حتى منطقه السفاره برضو هي منطقه نوعا ما غير امنه برضو يعني. لا 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 لا, لا يعني الى حد ما تعتبر امنه. هي كان اكتر حاجه يعني سيئه في الوسط مش هي قذائف الهاون والكاتيو، هي دي المشكله الرئيسيه يعني. ما حصلش بقالنا فتره أكتر، بس في عمليات عسكريه على بعد 10 كيلو اهي من السفاره طبعاً. يعني زي ما حضرتك قلت لي الحاج عطيات كانت طبعاً. ربنا يسلم. احنا في معسكر اللي هو اليرموك، في مخيم اليرموك للجيش الفلسطيني، في داعش على بعد 4 كيلو من السفاره، يعني مش اقل من 4 كيلو كمان. يعني ربنا يصلح الاحوال يا رب، وطبعا الوضع في سوريا الشقيق يعني يستقر وينتهي على خير يعني. نتمنى في وسط طبعا تشابكات وتجاذبات دوليه، ويعني الموضوع ده شرحه يطول. شكرا جزيلا معالي السفير على وجود حضرتك معانا.